تردي الأوضاع وضيق الحال وانعدام أبسط سبل الحياة جعلت المواطنين في عدن كغيرهم من المواطنين في المناطق المحررة يعيشون حياة صعبة ومعقدة، حياة عنوانها البؤس والحرمان، والظاهر فيها تزايد الأسعار وتجاهل المعنيين ما يكابده المواطن، لتجد عشرات النساء الشارع ملاذا للتعبير عن معاناتهن لينظمن وقفة احتجاجية تنديدا بهذا الوضع المأساوي الذي بات لا يطاق. نقف وقفتنا المستقلة حتى نعبر عن المعاناة التي يعيشها الشعب، ونطالب برفع المعاناة التي يعيشها الشعب وإنهاء الإبادة والتجويع الذي يعاني منه الشعب عموما وعدن على وجه الخصوص، حيث أن عدن تعاني أزمة اقتصادية خانقة لم تشهدها في العصر الحديث أو القديم. لذلك ندعو كل الجهات المعنية وكل الجهات الإقليمية والدولية التي لها علاقة في صراع اليمن أن تقوم بتصحيح الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن كافة هذا الشعب عموما وعن عدن على وجه الخصوص. خدمات معدومة وحقوق مسلوبة وعملة منهارة ورواتب مقطوعة وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق هي ما جعلت هؤلاء النسوة يعبرن عنه في وقفتهن، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أدت بدورها إلى تقلص حجم رغيف الخبز وزيادة سعره إلى مستوى غير المعقول. عندي أولاد، يعني 3 بنات وعندي 2 عيال، الآن ابني الكبير صبح أنا حالة مش نفسية، لا نستلم أي دعم، تمام؟ لا نستلم منظمات، لا نستلم بصمات، يجوا يسجلوا، يقول شايفين اليوم من صبح الله في البطايق حقي في البديرية مش يرضوا يدخلوا احنا العسكر، يقول ناس مخصصين يسجلوا ويعطوهم بصمات، ناس مرتاحين، السيارة والبيت أنا مأجر إيجار، شايفيني من صبح الله وأنا أشتغل وأنا مريض أقسم بالله العظيم علشان لقمة العيش حق عيالي. وخلال هذه الوقفة النسوية التي شهدتها ساحة العروض بخور مكسر رفعت المشاركات لافتات منددة بتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة ومطالبات بتحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. فإن تجمع نساء عدن يدعو إلى الآتي: أولاً ندعو الجهات المسؤولة في تحمل مسؤوليتها وسرعة القيام بالمعالجات الضرورة اللازمة التي من شأنها أن تخفف من معاناة هذا الشعب ووضعه المعيشي الصعب. ثانياً نرفض وندين كل الطرق الفساد التي أدت إلى الغلاء الفاحش سواء في المواد الغذائية أو المواصلات أو البترول في عدن وجميع المحافظات الجنوبية المحررة. ثالثاً نطالب الحكومة بسرعة إيجاد الحلول لإصلاح منظومة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدماتية. رابعاً ندعو الجميع لإنهاء المظاهر المسلحة ومنع انتشار السلاح والذي تسبب في انتشار الجريمة بمختلف صورها. خامساً نطالب وقف إطلاق تلاعب بسوق الصرف ومنع كل الطرق الغير قانونية التي أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية. وختاماً ننبه أننا في تجمع نساء عدن لا ننتمي لأي تجمع أو جهة حزبية ولا نهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، بل هي مطالب بإصلاحات إلى تحقيق أهداف سياسية، بل هي مطالب بإصلاحات من صميم حق المواطن البسيط وهي من أساسيات الحياة الكريمة. هكذا تظل الأوضاع متردية والمعاناة متفاقمة وتجاهل الحكومة لكل ما يجري في الواقع المعاش وما يكابده المواطن من معاناة يضع علامات استفهام عديدة عن دور الحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين وتلمس همومهم واحتياجاتهم الضرورية للاستمرار على قيد الحياة وحماية العملة الوطنية من استمرار التدهور والانهيار التاريخي الذي انعكس على حياة ومعيشة المواطن.